السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم حبايبي طلبة الصف السادس الابتدائي. النهاردة هنعمل ريفيو سريع على اهم النقط اللي جات في يونت 1 ويونت 2. افكركم بسرعة، يونت 1 كان عن الايجيبشن ميوزيوم، هنجيب اهم جمل الترتيب وحروف الجر. تاني يونت بيتكلم عن الريستورانت، وهنتكلم فيه برضو عن اهم البوينتس اللي احنا ممكن نقولها في الريستورانت، زي نطلب الاكل، نسأل عن كمية الطعام، هناخد معاكم برضو شوية ادوات استفهام مهمة علشان سؤال الترتيب وحل اسئلة. يلا بينا نشوف كل دوت في الفيديو معانا. اتفضل. اول سؤال عندنا هو سؤال الريارنج. ريارنج اول حاجة عندي كلمة ready، ready مستعد، to or you order، حطيت لي underline تحت كلمة or. لو انا بدأت السؤال بأما وإذا or يا حبايبي، فالسؤال معناه هل، يبقى or هل، هل مين، على طول ادور على الفاعل are you. طب هل انت، هل انت ايه؟ ready to order، هل انت مستعد للطلب، هل انت مستعد للطلب. بعد ار والفاعل ادور على adjective، على صفة او فعل اخره ing. هنا ار ويو وبعد كده في صفة اللي هي ready to order. طيب الجملة التانية I، ها بعدها سوف، I'll apostrophe LL، I'll have a steak، انا هاخد شريحة لحم بقري. How، كلمة how معناها لوحدها يعني كيف، انما how about معناها ماذا عن، بستعملها في الاقتراح. ماذا عن السلطة، يعني ايه رأيكم في السلطة، ماشي، how about السلطة، ماذا عن السلطة. special today's what's، فالسؤال ده اول what's، what is today's special، يعني ما هو الطبق الخاص بيكو النهاردة. هنا برضو I am يعني انا in the mood for، I am in the mood for، I am in the mood for spaghetti، انا في مزاج للسباجيتي. طيب عندنا هنا برضو are و here you، ها هنقول اتفضل يعني ايه، here you are، برافو. عجبني الاكل وعايز اقول عليه لذيذ، فهقول it looks delicious، it looks delicious، انه يبدو لذيذ. اعتقد ذلك I think so، سو يا جماعة لو ما جاتش قبل صفة يبقى مش معناها جدا او very، لا هي هنا معناها ذلك، اعتقد ذلك I think so. medium، هنا بقول ايه، medium please، medium please، انا عايزه متوسط الطهي. وبعدين هاجي اتكلم من الاول تاني، اول جملة اقول and a baked potato، ومعاها كمان بطاطس مشوية. I برضو هنا سوف، I'll have that أو I'll take that، take أو have هنا ماشي الحال. طبعا بعد will يا حبايبي هيبقى بعدها مصدر، I will، ونجيب هنا المصدر وبعدين that. طيب بيقولك أجب على الأسئلة الآتية. لو حد قال لي what are you going to have، ماذا سوف تتناول، انا قاعد في ريستورانت في مطعم، وجي الويتر او الويترس وسألتني what are you going to have، هتتناول ايه، فانا هقول I am going، هقول ايه حبايبي، I am going to have، سوف اتناول some french fries، بعض البطاطس المحمرة، and a hot dog وسجق. تاني I am going to have، سوف اتناول some french fries، يعني ايه بطاطس محمرة، and a hot dog، وكمان سجق. طبعا هناخد بالنا ان السجق ما بيتعدش، بس ليه حطينا ايه، عشان هو حضرتك يقصد طبق من، عايز طبق من الهوت دوغ. How about some more water،
ايه رأيك في تناول بعض المياه الإضافية؟ احنا عندنا الاقتراح يا اما how about او what about او let's. طيب لو انت موافق هتقول sounds good، موافق هتقول sounds good يعني يبدو جيد. طب لو مش موافق مش عايز ميه زيادة هتقول no thanks. طيب I rented a video، انا اجرت لكم فيديو. Do you want to watch it tonight؟ تحبوا تشوفوه الليلة؟ فهنا do معناها هل. Do you want، هل تريدوا؟ راح بقى صاحبه قال له ايه؟ قال له I can't، لا استطيع. I am going to see a film with my family، ده انا هشوف فيلم مع اسرتي. I'm going to معناها سوف، ويأتي بعدها مصدر اهو. قالك am is are going to، الاكسبريشن ده كله معناه سوف، ويأتي بعدي مصدر. يعني ايه بقى مصدر يا ميس؟ يعني فعل بدون اضافات، ولا في اس ولا اي دي في الاخر ولا اي ان جي. والحته دي حبايبي على بعضها بتساوي will زائد المصدر will، ها وبعدين في كوما واتنين ال، ده اختصار ليها، هي دي هي دي، وجاي بعدها مصدر. طب احنا دلوقتي في مطعم وعايزين نسأل احنا تناولنا اكل قد ايه. قالك ممكن تستعمل how much او how many على حسب الكلمة اللي جاية بعدها. لو احنا بنسأل عن الخبز، عن البريد، فانا هستعمل how much. ليه؟ لان البريد uncountable noun، مش بيتعد، يعني ما اقدرش اجيب منه مفرد، وما اقدرش اقول واحد بريد اتنين بريد، غلط. يبقى how much plus a plus singular المفرد، فاقول how much bread. طب لو انا عايز استعمل how many، عايز اشوف انت اكلت عيش قد ايه، how many loaves of bread، هجيب منه الحاجة اللي ممكن اعدها اللي هي ارغفة الخبز. الابل باي، ابل باي فطيرة التفاح، ينفع اعدها؟ لا طبعا، محدش هياكل فطيرة وفطرتين وثلاثة، احنا بناكل piece، قطعة، فهقول how many pieces of، كم قطعة من فطيرة التفاح الابل باي. الووتر، المي، المي يا جماعة uncountable noun، ما بتتعدش الا لو انا حطيتها في ازازة او في كوباية. فبقى عندي هنا ووتر ما بتتعدش، يبقى how much water. طب انا عايز اعدها هقول how many glasses of water او bottles of water، كم عدد كوبايات او زجاجات المي. هنا هاو ماتش برضو حبايبي هجيبها قبل حاجة مفرز زي chicken soup اللي هي شوربة الفراخ. طب شوربة الفراخ دي بتتعد؟ لا طبعا، زي بقية السواي لازم احطها في حاجة، فهنا احنا هنحطها في سلطانية عشان اعرف اعدها. اقول how many bowls of، how many bowls of، كم عدد السلطانية. بعد كده برضو عندنا how much، how much tea، كم كمية الشاي. طب لو انا عايز استعمل how many هقول how many cups of tea، كم عدد فناجين الشاي. how much ممكن اجيب بعدها roast turkey، roast يعني مشوي، في ديك رومي مشوي. طيب عايز اعده اقول how many، how many ايه slices، slices of يعني شرائح من. يبقى احنا نستخلص من الكلام ده كله ان how many يأتي بعدها اسم جمع، وغالبا الاسم ده يا جماعة بيبقى اسم الشيء اللي بسأل عن عدده. يعني مثلا هقول how many slices of turkey are you going to have، هتتناول كم شريحة تركي مشوي. فالإجابة طبعا احنا عارفين are you في السؤال تبقى I am في الإجابة والعكس. I'm going to have three slices of turkey، سوف اتناول ثلاث شرائح من الديك الرومي. طيب لو انا استعملت how much لازم اجيب وراها اسم مفرد، يعني مفيش هنا اس وما بيتعدش. how much water did he have، هنا في did و have، يبقى لما اجي اجاوب احول الفعل ده للماضي، have ده لازم يبقى ماضي لان did مش هتنزل معايا تحت، طول ما ديد واقفة هنا في الجملة لازم الفعل ده يبقى في المصدر. طب مشي ديد، هدا في الماضي، يبقى how much water did he have، he had three bottles of water، هو تناول ثلاث زجاجات من الماء.
يبقى احنا هناخد الحاجات اللي بتتعد السلايس الشريحة لوف كان بوتل كاب جلاس بول سلايس الشريحة بتبقى من الديك الرومي من التركي او من اللحم البقري المشوي الرغيف بيبقى من العيش العلبة من الليمونادة الباتل الازازة من الووتر او الميلك او مثلا عصير جوس كاب فنجان من التي او الكافي جلاس من الووتر او الميلك كوب من المية او اللبن او الاورنج جوس بول هيبقى تشيكن سوب عندنا شوربة فراخ او فروت سالد عندنا سلطة فاكهة احنا هنجيب اهم الادوات الاستفهام اللي جات عندنا في اليونتس دي عندنا هاو ميني قلنا معناها كم عدد يجي وراها اسم جمع هاو ماتش كم كمية وات ما او ماذا هو من تسأل عن شخص وير اين وين متى يبقى هاو ميني هاو ماتش وات هو وير وين تعال ندخلهم في جمل كده نشوف معناهم اكيد الجمل دي حبايبي عدت علينا قبل كده احنا بنكرر علشان الشطار بتوعنا يحفظوا where did كريم go احنا عارفين ان كريم هيروح المتحف فاكرين كريم where did كريم go كريم ذهب فين يبقى انا هنا اتوقع في الاجابة يكون فيه مكان who invented ice cream من اخترع الايس كريم How much does it cost to get in? كم تمن او كم تكلفة الدخول احنا how much في اليونت ده معانا معناها كم كمية انما how much في اليونت بتاع الايجيبشن ميوزيم المتحف المصري هيبقى معناها كم ثمن بسأل عن تمن التذكرة what are your hours or what do you like to مثلا drink ماذا تحب أن تشرب؟ طيب هنا What are your hours؟ ما هي مواعيد العمل؟ عندي هنا How many كم عدد؟ ويأتي بعدها اسم جمع How many cups of coffee؟ كم عدد فناجين القهوة؟ Do you have التي تتناولها؟ السؤال اللي بيبدأ بوين؟ ده سؤال بيبدأ عن الوقت بيتكلم عن الوقت When are you open؟ فاكرين لما قلنا What are your hours؟ السؤال ده حبايبي هو السؤال ده ايه هي مواعيد العمل هو سؤال بتفتحه الساعة كام هو معناها من عندي ال W هنا مش هنطق هو معناها من تسأل عن شخص هو is the owner من هو صاحب المحل What's your address ايه هو عنوانك What's your address ما عنوانك سؤال تاني بيقول لي اكتب 7 sentences عن مطعم زرته اكتب 7 جمل عن مطعم زرته انا حبايبي هكتب لكم الجمل بطريقة يسهل حفظها بس احنا في الامتحان هنكتب الجمل ورا بعضها احنا اما نيجي نكتب من اول السطر انا عامله لك 3 اكس يعني الحتة دي مش هنكتب فيها وهنبدأ هنا بقى last saturday انا هتكلم بقى عن مطعم ايه انا زرته فهقول last saturday يعني السبت الماضي I went to a new restaurant. أنا ذهبت إلى مطعم جديد. نقول تاني. Last Saturday يوم السبت اللي فات I went to a new restaurant. ذهبت إلى مطعم جديد. It's clean. It أقصد بيها a restaurant. المطعم it's clean. إنه نظيف. And the prices are good. والأسعار كويس. They are open daily. ده الفاتحين ايه؟ فاتحين يوميا. يبقى نقول تاني. اول حاجة اتكلمت انا روحت امتى. بعد كده وصفت المطعم من جوه. قلت ان هو نظيف. وقلت كمان عن الاسعار انها جيدة. They are open daily. فاتحين يوميا. فاتحين ايه؟ يوميا. They serve lunch and dinner. بيقدموا ايه؟ serve يعني بيقدم خدمة. They are lunch. They serve lunch and dinner. بيقدموا الغداء والايه والعشاء. Their pizza. البيتزا بتاعتهم is the best pizza in town. البيتزا بتاعتهم هو احسن بيتزا في المدينة. Kids under 5. فاكرين children?
في المتحف المصري كنا بنقول children under five are free، كانوا بيدخلوا المتحف كانوا بيدخلوا مجاني. هنا نفس الجملة استعملها في المطعم، kids under five، kids under five، الأطفال تحت 5 سنوات eat free، بيأكلوا مجاني. ممكن كمان اقول I am going to bring، سوف احضر my children here، انا هجيب اطفالي هنا. دلوقتي هناخد بعض حروف الجر الهامة اللي جت في التو يونتس في اليونتين. عندنا كلمة on، on May 5th، في الخامس من مايو. هو هنا ما حدش يقول لي بقى اصل في اول هنا شهر فنجيب ان مكان اون، لا هو هنا ده يا جماعه يقصد تاريخ، ده تاريخ عشان كده جبنا اون. انما طب لو مين لوحدها هجيب ان، لان الشهور والسنوات بيجي قبلها ان، انما هنا علشان ده هو التاريخ ماي 5 يعني كان ايه بقول الخامس من مايو، فده ايه تاريخ، فجبت قبليه كلمه اون. عندنا كلمة Fridays، أيام الأسبوع طبعا بيجي قبلها on، وطبعا on Fridays مقصود بيها every Friday. بعد كده عندنا from to، from 7، from 9 to 7، from 9 يعني من الساعة 9 a.m. صباحا to إلى 7 p.m. للساعة 7 مساء. under عكسها above، وكلمة stop for a meal يتوقف علشان يأكل وجبة، stop for a meal، for هنا معناها ليأكل وجبة أو من أجل. behind عكسها in front of، معناها أمام، behind يعني خلف. next to بجوار، وعندنا كلمة between بين. beside بجانب، وacross from معناها مقابل، بتساوي كلمة opposite. A lot of، كثير من. In the mood for، في مزاج لي. تاني A lot of معناها كثير من. I am in the mood for، ادي تاني استعمال لفور، انا في مزاج كذا او ارغب في اكل كذا، فهجيب هنا طبعا الاكل اللي انا عايز اكلها دلوقتي. من الحاجات برضو بيجي فيها of كلمة in front of، ready to، ready يا جماعة يجي وراها to والمصدر ليه، لان في الاختيارات يجيب لك ready order ولا ready to order، لقيت ناس كتير عاملينها order، لا هي ready to order، مستعد لان يطلب. I'm going to لسه قايلينها من شوية معناها سوف، وto دي بقول عليها to السببية، يأتي بعدها I'm sorry to، هنا هيجي وراها مصدر. I am going to، انا سوف كذا، طبعا هجيب هنا مثلا هروح مشوار هعمل حاجة، فهنا الفعل هيكون من غير اضافات. one of معناها واحد من، لازم بعدها plural اسم جمع. tell about يخبر عن او يحكي عن، دي بنلاقيها كتير لما يجي يجيب لك ايميل، وان شاء الله هنيجي ناخد كذا موضوع ايميل وهنتعلم بيتكتب ازاي. tell about معناها يخبر عن. get in عكسها get out، on a pavement على الرصيف، thanks for شكرا على، at every shop من كل محل، ما قلتلك انه الايس كريم you can buy it at every shop، من كل محل تقدر تشتري. زي كلمة at home معناها برضو في المنز. تعالوا نعمل complete دي ونشوف هنكتب ايه هنا. قولك هنا how can I not you، ازاي اقدر اخدمك، what can I do for you، اخدمك ازاي، يبقى هنا how can I help you. what are your، ما هي مواعيد العمل، قلنا hours. how much does it cost، بتكلم عن التكلفة، يبقى how much، how much does it cost to a get in، كم تكلفة الدخول. was a a post office beside your house، اتفقنا هنا ان was there معناها هل كان يوجد، ويأتي بعدها مفرد مبدوء بآ، a post office وبعدين حرف الجر والمكان التاني. يبقى احنا بيجي عندنا مكانين في السؤال ده، مكان الاولاني اللي بعد was there على طول بيبقى المفرد اللي قبليه a، وبعد كده حرف الجر، بعد كده المكان التاني. how much does it cost،
كم تكلفة الدخول؟ How much does it cost for adults؟ يعني علشان البالغين to get in. You can buy ice cream لسائلنا at every shop. He ordered a waiter not bring him meat. He ordered a waiter to bring him meat. طلب من الويتر أن يحضر له لحم. السنوات لسه متفقين يجي قبلها إيه؟ لما أقول in 1750. لو عندك سنة مكونة من أربع أرقام هتقولها رقمين رقمين، يعني دي 17 ودي 50. In 1750 جون مونتاجو invented the sandwich. اخترع جون مونتاجو الساندويتش. بكده حبايبي نبقى وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. اتمنى تكونوا استفدتوا، واي حد عنده question سؤال في اي حتة يصوروا يحطولي في الكومنتس. اشكركم على متابعتكم، كان معاكم فاطمة البنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.